اوستن عملت اداء رائع جدا مع النادي المصري، وكنا شايفينك دائما واحد من احسن المهاجمين الاجانب في الدوري المصري. ليه انتهت مرحلتك مع النادي المصري بهذا الشكل اللي كان فيه كثير من المشاكل؟ هذا كان مفاجأة بالنسبة لي بالدرجة الأولى. بعد 3 سنوات من اللعب في فريق المصري، بعد 3 سنوات ونصف تركت فريق المصري وقلبي منكسر. لم أكن أشعر أنني سوف أخرج من الأبواب الخلفية وأن أترك اللاعبين زملائي والمشجعين من فريق المصري. هذا أثر في كثيرا، ويجب أن أقول أنني كانت الدموع تترقرق في عيني وأنا خارج من المصري. بس أنت أكيد عندك معلومة، حد اتكلم معاك، حد فهمك قالك والله إحنا سايبينك من الفريق لربما أنه في أفضل منك هينضم للفريق، ربما أنه في مشاكل أنت عندك في الالتزامات، في يعني إيه الأزمة؟ إيه الأزمة اللي خلت يبقى في مشكلة بينك وبين المصري مع نهاية المشوار؟ هذه هي المشكلة. أنا دائما أسأل نفسي أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، لأنني بعد ما قضيت 3 سنوات ونصف لم يحترموني يعني في فريق المصري بعدما ضحيت كثيرا، ولم حتى الآن لم يتحدث أحدا مني ويقول لي لماذا تركت الفريق وذهبت لبلادي، ولا أعلم ما الذي حدث. لم يخبرني أحد بأي شيء، لم يقول لي أحدا شيئا عن الأرقام، لم يقول لي أحد أموت أنت لست في الفريق، أنت لن تشارك معنا، لم يتحدث معي أحد. لذا فحين رجعت مرة أخرى إلى مصر كان هناك الكثير من الكلام حولي، وكان الكثير يقولون أنت لم تعد في الفريق المصري، وأنا كنت متفاجئ. قلت لهم لقد جددت عقدي في يناير، ولم يقل أحد لأنني لست في الفريق المصري، وهذه هي كانت هي المشكلة. هل مثلا أدائك مع النادي المصري في الفترة الأخيرة، هل مثلا الكابتن حسام حسن وقت ما كان مدير فني لنهاية المصري في نهاية مشوارك، هل طلب مثلا رحيلك؟ هل العلاقة بينكم ما كانتش جيدة؟ هل أنت المستوى اللي قدمته مع الكابتن حسام حسن خلاه مثلا يطلب رحيلك عن الفريق، ولا شايف إن هي أزمة إدارية بحتة؟ لم أعمل معه لمدة طويلة، ولكن صدقني هو واحد من أفضل المدربين الذين عملت معهم في مصر. لذا حين جاء لفريق المصري أنا كنت على وشك أن أغادر، لأن كان هناك بعض المشاكل مع المصري وكنت أود أن أغادر، وكان لدي عرضان. ولكن عندما جاء قال لي، كان تحدث معي في الموسم السابق وطلب مني أن ألعب في الاتحاد، وحين جاء كابتن حسام إلى المصري قال لي أموت أنا أعرف أنك تريد أن تغادر، ولكن أريدك أن تبقى معي حتى نهاية الموسم. وقلت له نعم سأعمل من أجلك. لذا عملت معه وشجعني كثيرا ومنحني كل شيء كنت أحتاجه، كنت قد بدأت في فقد كل شيء وكنت لا أشعر بالسعادة، وكان هذا بعد 3 سنوات ونصف لما يحترمني الفريق المصري ولم يحتضنونني وأخرجوني من منزلي وأخذوا سيارتي، وكانت هذه تحديات كثيرة. ولكن عندما جاء استطاع أن يؤمنني ويحل لي بعض المشاكل الصغيرة وجعلني أفهم أن الكرة المصرية بخير، ولكن تغيرت الأمور بعد أن ترك. يعني أخرجوك من منزلك وخدوا سيارتك وانت بتلعب في الفريق، خدوا المنزل بتاعك والسيارة بتاعتك وانت بتلعب مع الفريق؟ نعم حدث هذا مرات عديدة. يأخذوا سيارتي، يعني أنهم يجيئوا لي ولا أعلم أين سيارتي، وحين أتصل بهم يقولون لي المصري لم يدفع الأموال لمدة 3 سنوات. وكان هذا يحدث مرات عديدة، وكانت زوجتي في البيت، وكان صاحب
صاحب المنزل يأتي ويحرق زوجتي، وكان هذا شيء محرج جدا بالنسبة لي. كيف يمكن أن أركز؟ كيف يمكن أن ألعب كرة في مثل هذه الظروف؟ هناك بعض المشاكل تحدث مع زوجتي، وبعض الناس يقولون لها يجب أن تترك هذا المنزل، وكان هذا أمر مزعج جدا بالنسبة لي. كانت هذه تحديات، ولكني لم أكن أريد أن أتحدث ولم أكن أريد أن أخلق المشاكل. بالرغم من كل هذه التحديات كنت أحاول أن أنساها، وحين كانوا يصنعون معي المشاكل كنت أحاول أن أتجاوز الأمور. أتصور أن لم يتم دفع أموال اللاعبين لمدة 6 أشهر. أنا كنت اللاعب الوحيد الذي بقى في المصري. لم أكن أصدق أن هذا ما سيكون هو الرد. طيب،